طبعا هذا مش أول مرة إحنا بننظم هذا اليوم. اليوم هذا هو يوم إحنا على مدار سنوات إحنا بننظم اليوم المسن الفحماوي. أجت الفكرة من الحاجة حسب رأينا لتكريم المسن، إعطاءه محله، إعطاءه يوم اللي يحس فيه إنه إحنا كلياتنا شايفينه، وكمان فرصة إنه إحنا نعرض خدماتنا للمسنين جميعا، يعني نجن كلهم إنه هاي المساحة وهاي المحل الموجود، هاي منصة بنشرح فيها عن كل الخدمات اللي بقدمها قسم الخدمات الاجتماعية للمسنين في البلد. طلع بظل بالذات الوضع اللي احنا بنعيشه كمجتمع، مجتمعنا العربي، الوضع الصعب والعنف اللي قاعد بيصير، احنا بحاجة اليوم لهي المحلات، المساحات اللي بنقدر نطلع فيها، كان صغير ولا كبير، والمسن بالأخص هو بحاجة لهي المحلات، لأنه مش دايما بتتاح له الفرصة انه يسافر، يطلع، يروح على محلات اللي يرفي فيها عن نفسه. فإحنا دورنا نخلق لهي المحلات وهي المساحات للمسن عشان يمارس هاي الحاجة في المتعة وفي الاستمتاع في إشي اللي هو جميل وحلو. أنا بوجه وبطلب من كل مسن إنه اليوم يحاول يفتح الباب ويطلع برا، يفتح شباكه ويشوف برا، البرا العالم هو كبير، والبرا ملان شغلات الحلوة اللي ممكن يستفيدوا منها، إنه نضل قاعدين في الدار ونستنى تا ابني يجي عندي ويطل علي، أو كنت تفوت على الدار وتساعدني وأحفادي، هذا بكفيش، وإنتوا جزء مهم. وجودهم مش بس بغنيهم، برضو بغنينا احنا لما بنلتقي فيهم بالمساحات، لما بفوتوا. تخيل لما المسن بصير مش بس يجي على محل زي هذا، كمان بصير يتطوع ويفوت على مدارس ويعطي من خبرته ومن معرفته لاولاده لهذا الجيل. فاحنا بنقول انه كثير مهم انه تطلعوا من هاي المساحه وتقدروا تمارسوا حياتكم برا وتتواصلوا مع العالم الخارجي وتعيشوا اللحظات الحلوه مع الناس اللي بتحبكم. ملان ناس برا بتحب المسنين، ملان ناس بتحب تعطي للمسنين، فيستغلوا هاي الفرصة ويكونوا برا مش بس جوا في داخل الدور. هذا مهم جدا، لأنه هاي يعني رسالة وفاء برضو، يعني ديننا الحنيف يعني أصر من خلال الآيات ومن خلال الحديث النبوية أنه نكرم المسن. نعم، هاي فيها إكرام للمسنين، فيها احترام، فيها تقدير. لذلك أنا بدي أشكر قسم الخدمات الاجتماعية، جميع الشركاء اللي موجودين هنا على تنظيم هذا اليوم. يعني أنت شايف قاعة تقريبا 600 شخص ملانة، ندل على إيش، بدل كديش إنه في شغف لمثل هاي الفعاليات عند المسنين. يعني أنا بحب دائما أشارك بالفعاليات كلها، أي فعالية اللي بنادي المسنين أنا بشارك فيها كل الفعاليات. أولا يوم إنه بيجتمع كل المسنين مع بعض، بلتكم مع بعض، بيشوفوا بعض بهذا. وثاني شيء في محاضرات قيمة اللي بتسمعها من محاضرين لاستفيد منها. مش بس قضية ترفيه، القضية انه بلتكوا ببعض، بشوفوا بعض، بيتعرفوا على بعض. يعني مرار بالواحد بقعد سنين ما بلتكيش بصاحبه او هذا، سبب هالمناسبة بلتكي مع كل الناس. انا بقول لهم انه افضل انهم يطلعوا ويشوفوا هذا، يتحركوا حالهم، يغيروا جو من جو الدار. جو الدار بظل كاتم بين اربع حيطان. هذا الاشي اللي الواحد بده يخفف عن حاله، يشوف الدنيا، يشوف العالم. حبيت أشارك وانبسطت، وشعور حلو من المسن، لفت حلوة من القائمين على هذا اليوم وإنجاحه، وبتمنى لهم النجاح. بعني لكل مسن مش لإلي لحالي، إنه المسن أدى واجباته ووصل لجيل مسن، لسه في كمان ناس تهتم فيه وبيشعروا انه في ناس مهتمة فيك، وانت ما صرت على جنب، لا، انت لسه في ناس تهتم فيك زي ما انت كنت تهتم بغيرك. يدفعوا عن انفسهم، بيشوفوا بعض، احساس حلو بصراحة. انا حاسة احساس حلو. اعتقد انه في هالايام ما في اجداد بضلوا ببيوتهم الا بايام ما فيش فعاليات من هالنوع، لانه بيوت المسنين اليوم موجودة، الحي الداعم موجود، رحلات باخده في نادي المسن اليومي اللي يوميا بروحه. يعني اصلا مشتركه بالحي الداعم، ما بروح كل يوم، بس في اللي بروحوا يوميا ولهم خدمه هناك وبخدمهم حلو، وفي ناس اللي بيعطوهم كل الاهتمام يعني. واللي بجيش بقول له لا روح وما تضلش قاعد في البيت، وشوف الناس وغير جوك واطلع من البيت وجو البيت. احنا ندعين على هذا
اللقاء ودينا والله انبسطنا ما شاء الله، فطرونا اعطونا هدايا واخذنا لقاءات وفرقه وقران وما شاء الله بارك الله فيهم، وان شاء الله بيزيدهم معنويه ونضلهم موجودين ونضلهم يدعونا. احنا صرنا حوالي 4 سنين بهي يعني الاشتراك به، والحمد لله رب العالمين مبسوطين ومعجبين، عجبنا اللقاء والموجودين بيها والعاملين بيها والحمد لله رب العالمين. شو بتحكي لكبار السن اللي بيضلوا ببيوتهم؟ إيه بقول لهم والله خساره، لحد بيجي هون على اللقاء هذا بشوف الناس بتفتح بتعرف على ناس جديده بغير جو، بنبسط بمعنويات له يعني بتكون ما هو قاعد بالبيت بقدر يجي هون معنويات عاليه بشوف الناس بثقف بنزاهه فقاهه الحمد لله. كل مشاركاتي فيها معهم بسويها، كل بس هي مشاركة أو حفلة أو روحة أو جاية بمشي باجي. وإحنا كنا كريهة للمسنين، فيش مجال نطلع نفكر أصلا، إحنا يا دوب ركنت حالة ماشية. إيش هذا اليوم بعني لك إنك تشارك فيه؟ بعنيني كثير كثير، نشوف كل واحد بكى تعرفه وبكى بصفي وبكى أطول مني، فيش أطول مني خوش يعني أصغر مني أخرى كله بشوفهم كادين وبنبسط فيهم.